الكرة دي في رأيك يعني بشكل مجرد ونشوفها برضو في الإعادة مرة تانية، هل يعني مشاركة دي هاتها كده الأول بالسرعة العادية يا أحمد وبعدين ممكن أخدها ببطيئة، البطيئة مبينش قوي يعني خدها، هل يعني الحكام عندنا الكابتن أحمد الشناوي والكابتن سمير محمود عثمان الاثنين قالوا إنها هدف، انت بقى عايز اسمع رايك انت وسيبك من اي اراء تحكيميه يعني. تمام، عندنا هنا للاسف عكس اوروبا الاشتراكات دي مشروعه في 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 الدوري الاوروبي مشروعه تماما، انما مش يعني انا شايف مفيش، هو اشتراك عادي، حارس المرمى زي اي لعيب، حته حصانه جوه الست ياردة الكلام ده لو في دفعه لو في زقه، انما ده اشتراك كتف في كتف من وجهه نظري، كتف في كتف والكوره ما سيطرش عليها شريف اكرام ووقعت وكملها بواليه، فانا اتفق مع راي كابتن سمير عثمان وكابتن احمد الشناوي ان ده هدف مش فاول. والحقيقه انه كان الكابتن جهاد جريشه اقل شيء يروح للفار. بالظبط. يعني يا سيدي انت رايك كده وشفتها كده تمام، لا مانع ان انت تروح للفار وتتاكد. هو اعتقد ان 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 استمع لراي حكام الفار مؤكد ان برضو النقطه فيها يا كابتن مدحت ان ممكن بتوع الفار يحتاروا فيها فيقول لك طب روح انت شوفها يا كابتن جاد. بالظبط. فهو لا، واضح ان هم حكام الفار ادوا له قالوا له طبعا راي قاطع انها فاول انها اكيد.